السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج صوتكم. نستمع إلى تعليقاتكم ومشاركاتكم من خلال أرقامنا التي تظهر أسفل الشاشة أمام حضراتكم، وأيضا من خلال خدمة الواتساب التي تقدمها قناة الرافدين، والتي تمكنكم من إرسال رسائلكم النصية التي سنقرأها تباعا إن شاء الله في هذه الحلقة. لدينا مواضيع متعددة اليوم، نبدأ طبعا بقضية استمرار الاعتداء وقمع التظاهرات في كافة المحافظات العراقية. لدينا أول موضوع في بغداد، طبعا في ساحة الوثبة أطلقت القوات الحكومية إذن الرصاص على المتظاهرين في محاولة لتفريقهم، وكذلك هذا الموضوع صار أمرا معتادا في هذه الثورة أن نشهد قمعا حكوميا، إطلاق رصاص حي وكذلك قنابل مسيلة للدموع من قبل القوات الحكومية أو من قبل الميليشيات التي تغطى بالقوات الحكومية وتحمى ويؤمن لها المرور من قبل هذه القوات. في ساحة الوثبة ناشطون قالوا إن القوات الحكومية وميليشياتها واصلت استخدام العنف ضد المتظاهرين، حيث أطلقت الرصاصة الحية عليهم بشكل مباشر في الساحة صباح هذا اليوم. لدينا مقطع نود أن نشاهده مع حضراتكم. انضرب شلون ضرب؟ بارك الله ما غسل وجهي. قدم قدم. شو قدم؟ كذا شو بس احنا هنا؟ قلب عليهم قلب عليهم. عيوني قامت تحرقني خرب، ايش ايش؟ غطى وجهك. طبعا هذا كان في بغداد. لدينا أيضا في كربلاء أطلقت القوات الحكومية والميليشيات الموالية لهذه القوات أيضا اليوم الجمعة الرصاص على المتظاهرين في محافظة كربلاء. لدينا هذا المقطع نود أيضا أن نشاهده مع حضراتكم. نحن نسأل هنا مشاهدينا الكرام، من الذي بقي في العراق يحمي المواطنين ويحمي المتظاهرين؟ إذا كانت القوات الحكومية هي التي تقوم بإطلاق الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين، والميليشيات بكل تشكيلاتها وباختلاف مسمياتها أيضا هي مساهمة بقتل وارتكاب مجازر ضد المتظاهرين، من إذن في العراق من حملة السلاح يحمي المتظاهرين؟ هل ثبت لنا أو هل ثبت للعراقيين للمتظاهرين للمشاهدين الكرام أن هناك طرفا في العراق الآن يحمي أو يقوم بحماية المتظاهرين ومنع أي عملية إجرامية أو أي قمع يحدث لهم من جهة أو أخرى؟ ما هو دور الأجهزة الأمنية بوزارتي الدفاع والداخلية، وما هو دور القوات الحكومية بشكل عام، وما هو دور القيادة العامة للقوات المسلحة والبرلمانيين والمسؤولين؟ لماذا لا يقومون بمنع هذه العمليات المستمرة باستهداف المتظاهرين وقتلهم؟ لماذا يستهدف المواطن الذي يرفع علم العراق ويطالب بشكل سلمي بحقه في الحياة وحقه بالحصول على وطن دون مشاكل، ولم يرتكبوا حتى الآن ولم يرتكب المتظاهرون حتى الآن أي عمل يخالف السلمية أو شعار السلمية الذي رفعوه؟ طبعا في الوقت الذي نرى هذا القمع ونرى استمرار هذا المسلسل منذ أول يوم في الثورة ولغاية اللحظة، لم تتطرق خطب المرجعية عن هذا الموضوع إطلاقا، ولم تحدد أو رغم تحديد المتظاهرين الجهات التي قامت بقمعهم واستهدافهم إلا أن المرجعية اكتفت بالصمت. الخطبة الأخيرة خطبة اليوم لم تتحدث أصلا عن السياسة، بل اكتفت بإعطاء رسالة مشفرة لكنها تفهم من بين السطور
فيها استهداف بشكل أو بآخر إلى المتظاهرين، فيها اتهام لهم. نقرأ لحضراتكم جملة بسيطة مما قيل على لسان ممثل المرجعية أحمد الصافي في خطبة الجمعة. حمل المتظاهرين مسؤولية كل ما يجري حين قال إن من يتصف بأهل العقل والحكمة لا يعطي رأيا جزافا ولا يتعامل مع الانفعالات، وإنما يدرس الأمور من جميع الجوانب ومن ثم يقرر، ورأى أن المشكلة ليس في أهل العقل والحكمة وإنما بمن لا يسمع لهم، فهو يطالب المنتفضين بقبول الرأي الذي يقرره السياسي والعراق. طبعا هذا الموضوع مشاهدينا، أهل العقل والحكمة، من هناك في العراق من في العملية السياسية يتصف بهذا الوصف؟ ألم يثبت المتظاهرون أنهم أصحاب العقل والحكمة عندما لم ينجروا إلى المخططات التي أحيكت لهم من قبل قادة الميليشيات ومن قبل زعماء هذه العملية السياسية في المنطقة الخضراء، زعماء الأحزاب، بمحاولة جرهم إلى العنف ومحاولة شيطنة هذه المظاهرات، لكن لم تنجح هذه المحاولات. إذن من هنا صاحب العقل والحكمة؟ أليس المتظاهرون؟ عندما تحمل المرجعية أو ممثل المرجعية رسالة بهذه اللغة يصف بها أهل العقل والحكمة أنه لا يعطي رأيا جزافا ولا يتعامل مع الانفعالات، وكأنه اتهام للمتظاهرين أنهم هم الذين يعطلون سير الحياة ويعطلون سير العملية السياسية بين قوسين التي تجري الآن في العراق، وكأنه موضوع طرح المرشحين لرئاسة الوزراء هو أمر واجب على المتظاهرين أن يقبلوا به، وواجب أن يقبلوا بأي شخصية تطرحها الأحزاب، أو يقبلوا بقانون انتخابات مريب ومثير للشكوك عندما تطرحه هذه الأحزاب ومن في العملية السياسية. هل أثبت من في السلطة أنهم أصحاب عقل وحكمة ورأي سديد؟ أين كانوا إذا كانوا هم فعلا يحملون هذه الصفات من بلد دمر على مدى 16 عاما ونحن اقتربنا من العام 17؟ نقرأ لحضراتكم بعض الرسائل. طيب قبل الرسائل نود أن نستقبل بعض الاتصالات. لدينا السيدة فاطمة من لندن. مساء الخير. مساء النور سيدة فاطمة، تفضلي. حبيبي احنا دا نسمع صار لنا شغل لك شهرين، يعني حوالي شهرين عن نعم. المظاهرات هي اوريدي هي مظاهرات سلمية، ولكن نشوف المقابل الحكومة قاعدين يلعبون لعبة الكراسي، يوم يصعدون نعم. هذا يوم ينزلون هذا، ما أعرف هل هم يفتهمون أو ما يفتهمون أو أغبياء أو يتغابون. فدا نقول نريد هذه رئاسة الوزراء أن يكون أحد مستقل، معقولة بالعراق هذا العراق العظيم نعم. ما بي شخصية تقدر تمثل العراق إلا هذولي اللي جاءوا من وراء الحدود، إلا هذول اللي ما عندهم ولاء للوطن. نعم. انطيني واحد من عندهم عنده ولاء للوطن. أي رئيس كتلة عنده ولاء للوطن؟ كلهم ما عندهم ولاء للوطن، وقاموا يقولوها بدون خجل بدون حياة، يأكلون يشربون بالعراق ويقولون إحنا ما نقدر نتخلى عن إيران لأن هي حليفتنا. حليفة نعم. شنو حليفة؟ اللي دمرت العراق، دمرت العراق تدمير كامل. نعم. لا مي لا كهرباء لا زراعة لا صناعة، كل شيء ما عندنا. هاي البصرة الجميلة أصبحت أصلاً شو أقول لك، يعني الواحد يباوع لها يبكي عليها. نعم. هذا الشباب الحلو كله عطال بطال، جايبين شركات النفط كله يشتغلون بيهم، هم هذول الإيرانيين. حتى الحلاقات إيرانيات، حتى المطاعم إيرانيين. إذا إحنا تحت الاحتلال الإيراني ومن حقنا أن ندافع عن بلدنا. نعم. من حقنا أن نطلع الإيرانيين، احنا ما نريد ولاء الايراني للعراق. نعم. قابل هذول ذيول اذا هم ذيول خليهم يرحون، لا تخليه يولون يرحون الى ايران، احنا ما نريدهم. نعم. ولا نريد شي حكومه، انا ما شايفه بشر يسبوهم يلعنونهم وهم ابدا صدق لو قالوا نقطه وقعد. سيده فاطمه، اود ان اسال حضرتك، ذكرتي البصره قبل قليل. محافظة البصرة مدمرة مثل ما تفضلتي، وفيها مشاكل كثيرة من تلوث وأمراض وبطالة وغيرها، وقصة طويلة ومشاكل كثيرة. المحافظ أسعد العيداني، محافظ البصرة أسعد العيداني، الناس طلعت قبل المظاهرات تشرين وقبل هاي الثورة، طلعت من وقت طويل تتظاهر ضد أسعد العيداني وفساده وإجرامه بالمحافظة وسرقة الثروات وغيرها.
تقوم هسه تقوم هسه احزاب السلطه ترشح اسعد العيداني لرئاسه الوزراء. طيب هذا شلون منطق هذا؟ يعني ما عندنا غير الحراميه، هو هذا واحد حرامي. شلون يجي يصير البصره ما قدر يحكم العراق يعني بكي يعني الا مجانين يقبلون بهذا اللي يسمونه العيداني. فد واحد لا مواطن ولا يعرف البلد ولا يعرف، فد واحد بس حرامي دمر البصره سواها كل شيء ما فيها. حتى المجاري، حتى المجاري باقوا فلوس المجاري، كسروا المجاري على نهر العشار. هذا نهر العشار اللي كان يتغزل به فؤاد سالم يغنى علي البلم عشاري. روحوا شوفوه هسه، هذا النهر اصبح مجرى مفتوح. نعم. هذا يجي يحكم العراق شيف. شكرا لك سيدة فاطمة، كنت معنا من لندن. شكرا لك لك سيد باقر من الفلوجة، تفضل يا سيد باقر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. سيد باقر هل تسمعني؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله يا أستاذ بخصوص الحكومة، يعني مو حكومة وإنما مافيات، يعني عصابات، كل من يقول حق في البناء يعني مرشح هم، يعني شلون ما تقول رئيس الجمهورية لما راح لسليمانية من وراء يعني ضغوطات عليه، ضغوطات سياسية. والله هو يعني شخصية أسعد العيداني أو السهيل يعني يردون شخصيات يعني الشارع ما يريدها أصلا، هم الشارع كله الوجوه هذه اللي كانت بالحكومة من 2003 لحد الآن ما سووا شيء. نعم. شنو رايك باستمرار القمع اللي يصير الان؟ باب الوجوه السياسيه اللي ما تلاقي شيء غير القتل والخطف والدمار لهالشعب والبلد هذا. اسال حضرتك على رايك بالقمع المستمر واطلاق الرصاص على المتظاهرين والقنابل المسيله للدموع، استهدافهم في كافه المحافظات اللي تشهد تظاهرات الآن، رأيك باللي دا يصير وليش يستمر هذا الموضوع حتى الآن دون تدخل من أحد لإيقافه؟ والله يا أخي مني يعني هي قاعد تقتل بالأحزاب هذه، الأحزاب هي قاعد تقتل بالشعب. نعم. هي هذه الأحزاب اللي قاعد تقتل بالشعب والحكومة يعني تعرفهم من زين تعرفهم، بس هم غاضين النظر عنهم، يعني ما يقدر يحشون استاذي، ما يقدر يحشون. إن حكومة استاذي، حكومة هذه حكومة إيرانية يعني 100% إيران تريد يخلونها بالحكومة، ما يردون إيران والله ما يبقى ساعة واحدة بالحكومة. نعم. وهاي الأحزاب كلها إيرانية ومدفوعة من إيران ولا أهل لإيران ولا أصلا ولا أهل للعراق، يعني واخي شد حكي والله العظيم مشكلة يعني. نعم. شكرا لك سيد باقر، كنت معنا من الفلوجة. نقرأ بعض الرسائل مشاهدينا الكرام. تقول إحدى المشاركات: السلام عليكم، تحية لقناتكم الموقرة وشخصك الكريم، نرجو بث حلقة خاصة بإخوانكم المعتقلين الأبرياء في سجون الطغاة لأنهم مظلومين، يا ريت توصلون صوتهم. أم معتقل من بغداد. طبعا نسعى جاهدين و يعني لمن يتابعنا هو يعلم أننا دائما ما نغطي ملف المعتقلين والمغيبين في العراق المخفيين وغيرهم. طبعا هذا الملف ملف معقد وشائك، ودائما ما كنا نطرح هذا الملف ونناقشه مع محللينا ونطرحه في البرامج التفاعلية، لكن ثورة تشرين حدث استثنائي وهي تشمل كل المصائب التي يعني تعم العراق. خرج العراقيون من أجل زوال هذه المشاكل ورحيل من تسبب بها، وقضية المعتقلين هي جزء لا يتجزأ من المصيبة الكبيرة التي يعيشها العراق، وهي وجود هؤلاء في السلطة، الأحزاب والميليشيات وغيرهم. وبالتالي كل ما يطرح من أجل هذا الوطن في المظاهرات هو بالتالي يدعم بشكل أو بآخر القضايا الأخرى، قضية المعتقلين أو غيرها هي قضية أيضا من ضمن القضايا الموجودة ضمن مطالب المتظاهرين بقانون عادل ونظام عادل يوفر للجميع المحاكمة العادلة والنظر بقضاياهم بشكل عادل. إن شاء الله سنحاول قدر المستطاع أن نلبي هذه الطلبات في المستقبل بإذن الله. من معنا الآن؟ رياض من أمريكا، تفضل يا رياض.
اخ محمد. حياك الله رياض. تحياتي لك ولطاقم قناه الرافدين، قناتكم الوطنيه والشجاعه. نعم. طبعا اخر الاخبار، عقد اجتماع سري على حسب ما يقال قبل اسبوع في السفاره الامريكيه في بغداد مع الكتل السياسيه، يعني رؤساء الاحزاب الفاسده، وكل رئيس حزب يمثل جماعته، نور المالكي، علاوي، جعفري، العبادي، عبد المهدي، وطلبوا فيها سوف يتنازلوا من السلطة لكن على شرط يجي على أمريكا أن تتعهد لهم بعدم التعرض إليهم. نعم. من قبل أي جهة رسمية، يعني نعم، الأمم المتحدة أو غيرها من المنظمات الحقوقية. إذا تعهدت لهم بذلك فسوف يخرجوا من العراق كلاجئين سياسيين هم وعوائلهم. نعم. ولا أحد يتعرض لهم. الآن أمريكا تدرس هذه القضية مع حلفاء كفرنسا وبريطانيا وألمانيا وروسيا والصين، هم الآن ينتظرون الجواب. وبالنسبة لبرهم صالح رئيس الجمهورية، عقد اجتماع قبل ثلاثة مع البرزاني على هذه القضية. نعم. فجواب من البرزاني قال له استقيل وخلص نفسك قبل فوات الأوان. يعني تتوقع يعني خلينا نتكلم شوية على موضوع يعني برهم صالح. تتوقع برهم صالح بهذه الخطوة موضوع الاستقالة، طيب وين كان والموضوع بادي صار لأكثر من شهرين الآن وإحنا بالمظاهرات حندخل على الشهر الثالث ونتممه، وين كان برهم صالح بهذه الخطوة؟ ليش ما اتخذها من قبل؟ ليش الآن؟ عين أستاذ محمد، برهم صالح مجرم مثلهم، لأن كل الأحزاب، رئيس الوزراء، رئيس الجمهورية، البرلمانيين، الأحزاب كلها فاسدة، كلها مجرمين. طيب. كل يدهم متلطخة بدماء العراقيين. وكلهم راح يتحاسبون عاجلا او امجلا. البعض على مواقع التواصل الاجتماعي روج البرهم صالح وسواه كانه بطل قومي عندما قام باتخاذ هاي الخطوه، وكانه برهم صالح يعني الان يصطف الى جانب الشعب في الوقت اللي كان الناس تذبح بالشوارع، وكان يتكلم على بناء الدوله واعطاء فرصه وغيرها من هذه الامور، وكلامهم كله كان في خطاباتهم بشكل دبلوماسي، يعني يحاولون يكونون وسطيين بخطاباتهم والناس ده تذبح بالشوارع. الآن يمكن أن يصير برهم صالح بطل قومي بهاي الخطوة؟ طيب هل قدم استقالة؟ يعني أستاذ محمد، برهم صالح مجرم مثلهم، هو المسؤول، هو المسؤول على كل القتل اللي يصير، الاغتيالات، الاختطاف، هم مسؤولين، رئيس جمهورية هذا شغله، هو المسؤول على وزير الداخلية، وزير الدفاع، على الأمن، رئيس الجمهورية، رئيس الوزراء، البرلمان، هم المسؤولين الوحيدين في هاي الدولة. يعني كأنه حكم قرقوس، يهلج يضرب ويخطف ويقتل، هم كلهم يعرفون هالشيء هذا. نعم. شلون؟ نعم. هو مجرم مثلهم، يعني هو راح يتحاسب عاجلا أم أجلا. سيد رياض، بنقطة أخيرة، هل نعم، هل يعني حتى نوضح للناس أيضا، وحضرتك من كلامك يكون هو إجابة من مواطن عراقي، هل رئيس الجمهورية الذي يمكن أن يمثل العراق يكون خائف تحت الضغوط ويهرب إلى مكان آخر من أجل الابتعاد عن الضغوط التي تواجهه في الحياة السياسية؟ يعني يروح للسليمانية حتى شنو؟ طيب الفكرة يعطيهم الاستقالة ويروح يتوكل للسليمانية، هل هكذا تدار الأمور في العراق؟ هل هذا هو الموقف من رئيس جمهورية العراق، هذا المصطلح الفخم والضخم والذي فيه الكثير من المعاني؟ نعم. يعني واحد عيب يقول مثل هو جبان او يخاف، هو لو صحيح وطني ويقول انا عراقي صحيح، يروح للامم المتحده ويقول لهم يا باني ما اقدر انفذ كل الاوامر لان احزاب ورايا فاسده تقول لي سوي هذا وسوي، انا ما اقدر، فهي السلطه لكم يا امم المتحده وانتم تعالوا ديروها. نعم. بس ما يقدر يسويها، هو مجرم مثلهم، فده يروح السليمانية وده يرجع وده يروح وده ياخذ القرارات. طيب. من البرزاني. شكرا لك سيد رياض، كنت معنا من الولايات المتحدة. معنا السيد أبو فيصل من السعودية، تفضل يا أبو فيصل. دام فضلك، السلام عليك. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك أستاذ محمد؟ حياك الله أبو فيصل. تحية لك وتحية للغنم وتحية الكادر الغنم وتحية للشعب العراقي. حياك. أستاذ محمد، بالنسبة للعملية السياسية هي وصلت منتهى، خلاص انتهى منها ما يسمى برئيس الجمهورية. ما يقدر يتكلم في بغداد، يعني معناته ان الوضع، هو نعرف انه ليس رئيس الجمهوريه الحقيقي، هو من يدير
يديره هو قاسم سليمان الوضع بالعراق، هو لا يدير اي واحد من هذول، وانما الميليشيات هي الحاكمه. ولو كان كما قال الاخ رياض اللي اتصل قبل قبل شويه لا راح للامم المتحده وبلغ، قال الوضع خارج سيطرته، لا البلد محتل من قبل الميليشيات. وهي اصبح الشتان بين العصابات، هي ليست دوله، هي عصابات وصلت منتهاها خلاص. اليوم نشوف الاعلام بينهم، يعني وصلوا النهاية، وان شاء الله باصرار الشعب العراقي الشريف سوف يسقطون عن قريب ان شاء الله، وكلهم يتحاكمون. برهام صالح هو واحد المجرمين كل المده هو قطع عليه بالاجرام. وتحيه لك يا سيد. شكرا يا سيد ابو فيصل، كنت معنا من السعوديه. نطرح سؤال المشاهدين الكرام، أليس الموقف الوطني الذي يحسب لشخصية محسوبة على العملية السياسية أو شخص يحاول أن يظهر نفسه بأن أنه هو بطل أو هو رجل المرحلة أو هو رجل حالة معينة أو هو ربما يريد أن يصبح بطلا قوميا، أليس الأولى به أن يحافظ على حقوق الناس وعلى أرواحهم وحياتهم وأموالهم؟ هل من في السلطة الآن قادر على القيام بهذه الأشياء؟ من في العملية السياسية اتخذ موقفا لحماية المتظاهرين، موقفا ليس بالكلام، موقفا بالفعل لحماية أرواح الناس التي تزهق يوميا؟ وهذا الإطلاق للرصاص والعمليات الاغتيال والاختطاف مستمرة منذ أول يوم في الثورة ولغاية هذه اللحظة، وستستمر طالما بقي النظام في العراق على ما هو عليه، والأشخاص الذين يديرون الأمور في العراق هم نفس الأشخاص الذين دمروا البلد. سيدة أم أزهار، هل تعتقدين أن هناك من في السلطة لديه القدرة على أن يقف مع المتظاهرين ويحميهم من بطش الميليشيات ومن بطش القوات الحكومية؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أحييك وحيي هاي القناة العظيمة وعامليها. بالنسبة لسؤالك، أنا أستغرب أنه هو رجل، يعني لأن الرجل القوي والرجل الشجاع والرجل عنده مبدأ قوي أن يكون مبدأ صارم وأن يقف بقوة وشجاعة ويدافع عن هذول الشباب وما يخاف لا من مسؤول ولا من هذول الحزبيين ولا من رصاص ولا من أي شيء، مثل ما الشباب اللي وقفوا مصالح بدون حتى فانيلات ما خايفين، المفروض هو يكون أشجع منهم ويوقف ويقاوم ويقول. أما بالنسبة عندي سؤال ثاني بالنسبة اللي كان متصل قبلي. أبو فيصل من السعودية كان يقول اتفقوا يعني هذا المالكي وجماعته وهذول الجبناء كلهم ويا أمريكا. أنا أقول إذا فعلاً هذا الشيء موجود، هل دم الشهداء راح يروح غدر؟ يعني هم إذا طلعوهم هم وعوائلهم يشردوهم وما يصير بهم فشي، دم الشهداء وين يروح؟ إحنا ما نقبل. احنا ما نقبل هذا دم الشهداء يروح غدر اذا ما هو منوقفهم بالساحه ونقتلهم هم وعوائلهم مثل ما قتلوا شبابنا. احنا ما موافق. انا اتوقع الشباب كل الشباب وكل بالساحه ما يوافقون على هذا الشيء، لان يردون دم الشهيد. دم الشهيد عندنا مقدس، لان شهداء الراحه مو قليلين، مو ضحايا مال هذول الجبناء. لا، احنا ندافع على كل دم شهيد وقع، ونريد كل دم شهيد استشهد في المظاهرات وقاوم لاجل هذا البلد ولاجل يحمي هذا البلد. اما هذول الجبناء اذا يردون يشردون فهم ما يشردون، حتى يروحون اخر الدنيا الشعب العراقي يجيبهم ونقتلهم ان شاء الله ان شاء الله. شكراً. واحنا المنتصرين. شكرا يا أم أزهار، كنت معنا من بغداد، شكرا لك. سيد صباح من بغداد تفضل. السلام عليكم اخوي. وعليكم السلام، مرحبا بكم قناتكم الكريمه طبعا، واللي جاي تنقل حقائق ما موجود بالشارع العراقي. بالنسبه لرئيس الجمهوريه، احنا نريد نعرف شنو اللي قدمه رئيس الجمهوريه للشعب العراقي. شنو هذا المنصب اللي مستحوذين عليه اخوتنا الاكراد؟ شنو اللي قدموه بكل مراحل الحكومات السابقه؟ شنو اللي قدمه؟ شنو دوره؟ يعني إذا أريد ندعو في كل شيء، الخدمات والصناعة والكهرباء وتأثيره، هو شنو كان على البرلمان أو على الوزراء؟ ما له أي تأثير وما له أي دور.
لكن احنا نريد من عنده فد موضوع واحد، موضوع الشهداء والجرحى اللي هسه حاليا سقطهم على ايد القوات المسلحه وعلى ايد مكافحه الشغب وعلى ايد الطرف الثالث اللي هو الميليشيات الطائفيه. نعم. جماعه البناء وجماعه الفتح والعصائب وغيرها وبدر. يعني شنو كان موقفه؟ رئيس جمهوريه واكو شهداء، هاي المجالس التحقيقيه اللي شكلت على جميل الشمري وغيرها وغيرها، شنو موقفه حتى واحد يدافع عنه ويحكي به؟ هو جزء من عمليه سياسيه فاشله. نعم. يعني هو جزء من العمليه السياسيه الفاشله، فماكو يروح يبقى هو ما له اي دور. ما له اي دور. احنا نعرف ان الحكومه العراقيه جاي يديروها هادي العامري والفياض والمهندس وقيس الخزعلي والمالكي. نعم. هم ذول اللي جاي يديرون العمليه السياسيه، ماكو اي سلطه فوقهم، السلطه بس لهم. والدليل ان المتظاهرين حاليا يطالبون بان رئيس وزراء يكون مستقل ومن الجماهير، يعني مو من طبقه سياسيه. نعم. شوفهم هم شلون جاي يتكالبون ويجتمعون، وقالت البناء وقالت الكتلة الأكبر والناس عايفة شغلها وعايفة عملها وقاعدة بساحة. لا، والمرشحين بساحة. والمرشحين اللي قدموهم. نعم، المرشحين مثلا أسعد العيداني شنو تاريخه؟ تاريخه أسود، وهاي بال 2015 نعرف أهلنا بالبصرة. نعم. 25 شهيد بسببه، وهو بسبب الميليشيات اللي جاي تحميه من كان محافظ البصرة. نعم. شنو هذا يتقدم هو حزب دعوة؟ وشنو ولاءاته؟ كلها ولاءاته من الإيران، فالبناء وغيرها والكتلة الأكبر ما يهمها المتظاهرين وعايفين بيوتهم وهسه حاليا بالبرد والمطر وغيره. نعم. وشغل ماكو، عمل ماكو، رواتب ماكو، ما يهمهم. يهمهم أن يكون رئيس الوزراء من حزب الدعوة. فهذه يعني جاي يلعبون بأرواح الناس وجاي يلعبون مصير العراق. يعني وين وصلتوا العراق من 2003 يا أحزاب يا إسلامية لحد الآن؟ حزب الدعوة وحزب الفضيلة وغيرها وهاي الأحزاب اللي دمرت العراق وخلت سمعته مع الأسف صرنا. نعم. من الدول المتأخرة بكل شيء، بالتعليم وبالكهرباء وبالصناعة، وصرنا بس بالأول، يعني الأول تلقاه بالقتل، يعني تيجي مطارات وكواتم هم الميليشيات تقتل بالناس والناشطين السياسيين وتغتال وتغتصب البنات. يعني شنو هالحكومة هاي؟ يعني هل معقول أنه العراق ما بي غير ذولة الموجودين هسه بالحكومة؟ لا أستاذ، موجودين. اللي تهجر واللي حاليا خايف على نفسه مني يطلع يبرز نفسه من الناس الطيبة والشرفاء والشهادات والدكاترة، وعندنا احنا شخصيات كلش مرموقة لكن يخافون على أرواحهم. نعم. من الغدر. يعني هم مستحوذين الطبقة السياسية والأحزاب هاي، طبعا لها ميليشيات تابعة. نعم. يعني لا تتصور هاي الميليشيات مو مرتبطة ارتباط مباشر بالأحزاب. والأحزاب تمثلها كتل، والكتل منطوية تحت قبة البرلمان الفاسد أو وزراء فاسدين. نعم. فكلهم مشتركين. يعني فهذول الشرفاء اللي عندنا ما يقدر يبرز يعني يصادم ويا الفياض أو قيس الخزعلي أو يصادم مع ناس مجرمين قتل مأجورين ولاءهم لإيران. وقالت السعودية، يحكون على السعودية، السعودية تشرفكم أولا يعني قبلة المسلمين، وثانيا هي ما لها دخل. طيب. تأثيرها على العملية السياسية من 2003 لحد الآن ما عندهم أي تأثير علينا. اللي مأثرين علينا هم بالدرجة الأولى الإيرانيين، وبالدرجة الثانية الأمريكان اللي هم ساكتين حاليا. طيب. ويعرفون كل الطبقة فاسدة وما جاي يدخلون بقوة ويرجعون العراق تحت البند السابع. المفروض بالأمريكان يحتمون الموضوع، احنا نعرف محتلين، فالاحتلال الأمريكي أهون من الاحتلال سيد صباح. الإيراني دمر الشباب وقتل الناس وهجر العالم. أنا أشكرك للمشاركة، نتفهم العاطفة، ويقول لك اللي يشوف الموت يرضى بالسخونة. يعني الأمريكان هم الأمريكان الذين جاءوا بهؤلاء، وهم الأمريكان الذين عينوا هؤلاء. وقالها إياد علاوي في السابق عندما فاز في انتخابات 2010 وأخذ المالك الحكم، ذكرها، صرح، قال الموضوع تم بالسفارة الأمريكية وفي بغداد، وكان بحضور المالكي وغيره ممثل عن إيران، وتمت العملية بهذه الطريقة. المنصب أعطي وفق القناعات الأمريكية وغيرها. المهم، القصد أنه الأمريكان ليسوا بملائكة. الأمريكان أهم شيء عندهم المصالح، ولولا رضاهم عن إيران لما تركوها تتمدد في العراق بهذه الطريقة، وهم أساس البلاء وأساس الخراب عفوا. ولا يسعون إلى إخراج إيران بسهولة إلا إذا اقتضى الأمر وتقطعت المصالح. طبعا هذا يتم عن طريق المتظاهرين، لأن خروج إيران وخروج من معها من يشاركون في العملية السياسية الآن هو أكبر إثبات أمام العالم أن المشروع الأمريكي الذي
حاولت أن توهم به العراقيين أولا والعالم ثانيا أنه مشروع الديمقراطية والبناء والحياة الجديدة والعراق الأفضل هو مشروع بائس فاسد مبني على الدمار والخراب وجلب الفاسدين المجرمين للحكم، وهذا أكبر دليل. وبالتالي ليس من مصلحة الولايات المتحدة أن تنهي الوضع في العراق وهؤلاء الذين يخدمون مصالحها إلا إذا أجبر المتظاهرون الولايات المتحدة وغيرها على التدخل في العراق أو التدخل في الوضع الآن من أجل إزاحة هؤلاء. هذا الموضوع يتم كما قلنا سابقا، عملية الإضراب العام وقطع الطرق وخاصة المنشآت النفطية، وأكثر من محلل سياسي ومتابع ومواطن عراقي قال هذا الكلام، أن هذا هو الذي يخدم الثورة الآن ويكمل ما بدأته من مشوار منذ البداية وحتى هذه اللحظة بالدماء التي سقطت وغيرها. نذهب إلى فاصل قصير الآن مشاهدينا الكرام، ومن بعده نعود، ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، لدينا بعض الرسائل نود أن نقرأها لحضراتكم. أول رسالة أو ثاني رسالة تقول: السلام عليكم، منتظر من كربلاء. نقول لزعماء الميليشيات الوقحة الوقحين أنكم لستم سوى أدوات رخيصة أوجدكم خامنئي، وبدعم ومباركة أو بدعم ومباركة الأمريكان الذين يسكنون معكم في المنطقة الخضراء ويشاركونكم في الطعام والشراب، فهم سعيدون بجواركم، وأنتم لن تجدوا أفضل من هذا الحضن الدافئ الذي يليق بكم حتى انتهاء الاستفادة منكم. عندها سيركلونكم بأحذيتهم إلى مزابلهم حيث النهاية التي تستحقونها. هكذا يرى منتظر. رسالة أخرى تقول: تحية إخلاص لقناتكم الثائرة علاء النشمي من النمسا، يقول: لقد قرب أجلهم وأجلهم أسود بإذن الله، سينجلي ليلا ويأتي صباح مشرق، شمسه ستغطي أرض الرافدين، لكم الانتصار ولكم الكرامة والعزة والكبرياء يا أسود الرافدين. شكرا لك. رسالة تقول: السلام عليكم، أنا علاء من الرمادي، أناشدكم على المعتقلين الرزازة، أمهات المعتقلين وأطفالهم يناشدون قناة الرافدين الشريفة والحكومة بالكشف على معتقلين الرزازة. طبعا نشكر من يناشدوننا ونتمنى أن نكون عند حسن ظنكم بإيصال الرسالة بالشكل المطلوب. دائما ما نسعى إلى هذا الموضوع، دائما ما نقوم بعمل تغطيات، ودائما ما نقوم بتكثيف جهودنا في سبيل خدمة هذه القضايا، قضية المعتقلين وغيرها. لكن لا حياة لمن تنادي، لا توجد أذان مصغية لدى السلطة الحاكمة. هذه السلطة وهذه الحكومة لا تناشد، لأنها هي المسؤولة عن أرواح هؤلاء، هي المسؤولة عن بقائهم، عن عيشهم، عن أمانهم، عن حياتهم بشكل عام. يعني نتمنى أن يكون هناك من هو يستحق أن تصل له الرسالة، ومن يستحق أن يحمل المسؤولية لكي يقوم بإنقاذ هذه الأرواح البريئة التي خطفت وتم إخفائهم بشكل قسري من قبل قوات حكومية ومن قبل ميليشيات. طيب معنا الآن السيد أبو أسد من البصرة، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله الشريف وحيا المشاهدين. حياك الله، أهلا وسهلا. بخصوص استقالة رئيس الجمهورية برهم صالح. نعم.
والله العظيم أنا يعني بين راضي بين مراضي. على الراضي علي يعني هذا الراضي علي أول خطوة بهاي الحكومة كلها من تأسست 2003 إلى حد الآن أول واحد اللي يقدم استقالة كرئيس جمهورية. استقالة وراد نعم نعم هو الوحيد. نعم. إذا كان نائب وإذا كان رئيس جمهورية هو الوحيد الذي أراد يحاول يقدم استقالته. لا مو أنت عندك عادل عبد المهدي عادل عبد المهدي قبله وغيرهم. عادل عبد المهدي هذا رئيس جمهورية يعني حضرتك تتكلم على رئيس جمهورية. تمام نعم نعم على رئيس جمهورية. وأجيب لك أبسط مثال آني. طيب بزمن أحمد حسن بكر الله يرحمه. نعم أجى الشيخ زايد للعراق أم الله يرحمه الشيخ زايد أجى للعراق وطلب من عنده الشيخ زايد طلب من عند كريم قاسم طلب قال له قول يا شيخ قال له والله اطلب من عندك طلب قال له شنو الطلب مالك؟ نعم. احمد حسن بكي الله يرحمه ذكي عرف الطلب ماله قال له تريد اعطيك بس الطلب مالك هذا راح تقوله ما اعطيك اياه قال له شنو تريد؟ قال له اريد نخل برحي فسائل برحي قال له والله اعذرني ما اقدر اعطيك رباط السالفه شنو يا ابو يعني اسد حتى لن نروح بعيد نعم تفضل شنو؟ رباط السالفة شنو بموضوع استقالة برهم صالح؟ رباط السالفة ذاك نزيه مليون بالمئة وهذا شوية غيرة صعدت عده ولهم ما عدم غيرة حسب ما يقول أبو جهة شوية غيرة صعدت عده نعم وراد يقدم استقالة تالي إنه ضغوط صارت عليه واحتمال تجاوزوا عليه ذول الميليشيات ولا رؤساء الأحزاب. طيب أنا عندي سؤال لحضرتك يا سيد أبو أسد منو اللي جاب برهم صالح للحكومة؟ هم الأحزاب جابوه. طيب برهم صالح وين كان لما طلعت المظاهرات مو طلع بخطاباته يحاول يهدي الناس ويحاول يلم الموضوع؟ نعم. طيب ليش الآن نعم 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 ليش الآن يمكن أن يوصف أنه صاحب غيرة ودماء الشهداء سالت بالشوارع وما حرك خطوة واحدة أو ما تحرك خطوة واحدة تجاه إنقاذهم؟ ليش الاستقالة تنذب هسه من يريدون يفرضون عليه مرشح وما تنذب الاستقالة لما أرواح الشهداء تسقط بالشوارع؟ صحيح هذه أدنى مثل يقول له وقت من تربع الضلطات هذا وقت ما سالت الدماء وماتت الشباب ذيك الشباب الحلوة هسه اللي يقدم استقالته وين شلت بالبداية؟ أنا قلت لك عنده شوية ضرة يعني مو عنده ضرة من الشرف عنده اللي بقى لحد هسه اللي يقدم استقالته. أشكرك سيد أبو أسد من البصرة. هل الأهم من المرشح لرئاسة الحكومة اللي تثير غضب أو امتعاض رئيس الجمهورية وبناء عليه يقوم بتقديم استقالته والذهاب إلى مكان آخر؟ أم أرواح البشر التي تسقط في العراق؟ كم شخص قتل قبل هذه المظاهرات؟ استشهد عمليات اغتيال واختطاف موجودة منذ الاحتلال ولغاية اللحظة. لم يقدم برهم صالح استقالته وقتها ولم يهدد بتقديم استقالته. الموضوع عندما يصل إلى من الذي يتم اختياره بالنهاية قرار برهم صالح من عدمه لن يهم لأن المواطنين والمتظاهرين هم الذين سيختارون رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء. اعترض برهم صالح أو لم يعترض هو في النهاية الموضوع غير مهم، لا قيمة لكلامه ولا قيمة لكلام وقرارات من في السلطة، لأنه بالنهاية القرار هو قرار الشعب الذي خرج لإزاحة برهم صالح بمن معه من أحزاب السلطة والإتيان بغيرهم. هل الموضوع أنه أنت تقدم استقالتك لأنه فرضوا عليك العيداني؟ طيب والناس والشباب اللي انزهقت أرواحها والدماء سالت بالشوارع، هذا الموضوع لم يدعوك إلى تقديم استقالتك؟ لدينا رسالة تقول أبو أوس من تركيا الذي يجعلك تتعاطف مع المظاهرات العراقية وأنها ليست ربيعا عربيا إخوانيا وليست ثورة إسلامية بل ثورة عراقية سومرية بابلية أشورية أكادية حضارية.
خارجة عن المألوف وعن ثورات الدولار والريال والتومان، ليست ثورة تخريبية بل ثورة رافدينية إصلاحية عظيمة، فمن يقف بوجه هذا الزحف؟ ويضع علامة استفهام. لدينا رسالة تقول: السلام عليكم، هل ممكن الاتصال ببرنامج صوتكم على هذا الرقم من خلال واتساب؟ للأسف غير متاح هذا الموضوع، لدينا فقط الأرقام المتاحة أمام حضراتكم أسفل الشاشة. لدينا رسالة تقول من سيد مبروك من الإمارات: تحية لك أخي محمد، المرجعية ترفع شعاراتها في خطب الجمعة مثل شعارات المجرب لا يجرب، فهذا ضحك على الذقون. الأحزاب الفاسدة سترحل ويأتي نظام جمهوري رئاسي يشرق به أو يشرق به شمس العراق، يعيش العراق حرا نبيا شامخا عصيا على الفاسدين وميليشياتهم. طيب، معنا السيد أبو بكر من الإمارات، تفضل يا أبو بكر. السلام عليكم أخوي، شلون؟ وعليكم السلام ورحمة الله. ما أدري أنت حضرتك أخي محمد سألت على برهم صالح. نعم. وموضوع الاستقالة مالته. وأنت يعني إذا تشكك أنه هاي الاستقالة يعني بيها فد يعني فد أمر آخر، أني لست أنا من يشكك، يعني الناس هي التي تتحدث. نعم. هذا الكلام. هو أنا تعرف شنو أرد أقول لك شيء لو تسمح لي أخي. تفضل. أنا أعتقد الاستقالة مال برهم صالح هي ليست استقالة فردية، إنما هي استقالة من الحزب الذي ينتمي إليه. ويبدو أن الحزب الذي ينتمي إليه قرأ الموقف العراقي بشكل عام. وعلموا أن هذه الثلة السياسية التي تحكم العراق الفاسدة طريقها إلى الزوال. طيب. زين. فقالوا له تلاحق نفسك قبل لا أنت تصير وياهم، بعدين من السطور راح يقولوا لك تعال. أنت الرئيس مال الجمهورية، وين تروح؟ طيب. زين. وإلا أخي. طيب عفوا، بس سؤال. بس سؤال لحضرتك. نعم. هذا الكلام ما لحق نفسك وكذا، هذا الكلام دا يريدون يوصلوه لمن؟ للناس؟ لو لمن في السلطة؟ إذا كان للناس، الناس تعرف منه ويا منه، وما تحتاج برهم صالح أنه يهرب أو يستقيل أو يبتعد. إذا إلى السلطة هذا موضوع آخر، حضرتك تفسر لي. أنا شوف، أنا رأيي أنه هذا الحزب اللي هو ينتمي إليه حزب البرزاني أعتقد هو. طيب. زي أول عفو طالباني. نعم. زين. هؤلاء أخي يريدون ركوب موجة المتظاهرين. طيب. زين. وعلموا، الله أعلم يعني، أنا هذا تحليل يجوز غلطان أو نعم. هذا ثاني يشوف يجي، وهم عرفوا مسبقا، جتهم ظهر أخبار منا يمنى يسرى أنه نعم. ترى أبدير بالكم، ترى هذول جماعة إيران راح نقولهم باي باي. زين. نعم. فهم شي يريدون، يريد عندهم فد 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 موطئ قدم للحكومة التالية الجديدة. انه احنا ابتعدنا من شفنا الموضوع انه دا يصير باتجاه انه الاحزاب تريد تفرض على الناس مرشح غير مقبول، واحنا ما نقبل بهذا الشيء فابتعدنا. بالضبط. هم يعني على اساس من باب الديمقراطيه. نعم. ومن باب انه هم مع المتظاهرين. نعم. وهم حبابين وخوش ناس. زين. وما طيب. شاء الله عليهم يعني، خوف هم ما شاء الله 16 سنه بالفساد ويا الحكومه كلهم. طيب. جميل جدا ما ذكرت يا سيد أبو بكر، أنا أعتذر منك الوقت انتهى. جميل جدا ما ذكرت، اللي تفضلت به حضرتك هو معلوم لدى جميع العراقيين بشكل عام وجميع المتظاهرين الآن في الساحات. صح. من يعني المهم هو ورقة ساقطة. نعم. شكرا لك يا أبو بكر، شكرا لك. نحن نعلم والمتظاهرون يعلمون من معهم ومن عليهم، من ضدهم، من الذي سرق البلد ومن الذي دمرها، هم يعلمون جيدا. فيما تبقى من وقت نقرأ الرسائل سريعا. رسالة تقول فاتن من ألمانيا: السلام عليكم، قناة الرافدين صوت العراق. الميليشيات هم يقتلون المتظاهرين وهم يقطفون المواطنين، والله قاسم سليماني هو اللي دمرنا بالعراق، أشكر كل كادر قناة الرافدين. رسالة تقول: تحية حب وإجلال إلى كادر قناة الرافدين البطلة، شلونك أخي محمد؟ الحمد لله، إن شاء الله قناتكم هي القناة الرئيسة في العراق الجديد. محمد من السماوة، شكرا يا محمد، هذه الشهادة نعتز بها.
لدينا رسالة تقول: تحية وسلام من أم الشهيد مصطفى من ميسان لقناة السلام قناة الرافدين الأحرار، أرجو أن تقرأ أبياتي هذه. معذرة منك سيدة أم مصطفى، ليس لدينا وقت، نعتذر منك. لدينا رسالة تقول: برهم صالح، أكبر عنصر انفصالي، حسبنا الله ونعم الوكيل. رسالة تقول: تحية وطنية صادقة إلى قناة الرافدين البطلة صوت الشعب العراقي الثائر. مرحبا أستاذ محمد. قاسم سليماني يعين أو يعين مسؤولا عن أمن المنطقة الخضراء تحسين العبودي أبو منتظر الحسيني، الفريق الأول ركن دمج، هدفها ترويع البعثات الدبلوماسية هناك، أمر سيحدث قريبا من واشنطن، حل البرلمان وإعلان حكومة الطوارئ. طيب، رسالة تقول: السلام عليكم، ممكن توصل صوتي؟ ويتصل كثيرا غير متاح الاتصال بهذه الخدمة، معذرة منك. رسالة تقول: السلام عليكم أخي محمد، أحييك وحيي قناة الرافدين. بالنسبة لبرهم صالح حول تقديم استقالته إلى البرلمان، لأنه يعرف العملية السياسية هي بيد إيران والميليشيات التي تحكم العراق، فحفاظا على ماء الوجه قدم استقالته. يعني هسه عرف أنه إيران هي المتحكمة، وين كان العاد قبل؟ طيب، رسالة تقول: السلام عليكم، آني تبارك من الناصرية وحي قناة الرافدين الكريمة. على الحكومة كل ساعة مخلية مرشح من الأحزاب، نقولهم ما نريد أي واحد من 2003 لحد الآن، ما نريد أحد من الأحزاب، نريد مرشح شريف عنده كفاءات تسوى المرشحين اللي يردون، كفاءات تسوى، عنده كفاءات تسوى المرشحين اللي دي يريدون يخلوهم بالحكم. عندنا محامين، عندنا قضاة، عندنا ناس شريفة، وإن شاء الله إحنا اللي منتصرين. شكرا يا تبارك، وشكرا لجميع المشاركين ولحضراتكم المشاهدين الكرام. نراكم إن شاء الله في حلقة قادمة. إلى اللقاء.